عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ربنا عز جارك، وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، اللهم أسبغ عليه وعلى ولي عهده لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأعتق
واعتق رقابنا من النار. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد ويا أرحم من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران، يا جابر المنكسرين، يا رجاء السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة. إلهنا إلهنا ومالك رقنا وسامع نجوانا، سبقت بالقول تفضلا وامتنانا، فقلت يحبهم ويحبونه، والمحب لا يعذب حبيبه، فحرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا عن النار. اللهم حرم وجوه ذرياتنا وأزواجنا من النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.